الحصيلة اليومية لانتشار فيروس كورونا في الجزائر، وهذا اليوم الجمعة خمسة مارس، تم تسجيل 187 وسبعة إصابة، ليصل المجموع إلى 113.948 وثلاثة عشر وثمانية كما تم تسجيل خمس حالات وفاة، ليصل المجموع إلى ثلاثة وسبعة رحمهم الله جميعاً، في حين حالات الشفاء 152 ليصل وخمسين، يصل المجموع إلى ثمانية كما يتواجد بالعناية المركزة تسعة عشر حالة شافاهم الله جميعا بالنسبة لتوزيع الإصابات على مجموع الولايات كان كالآتي 22 ولاية سجلت صفر إصابات 19 ولاية سجلت أقل من سبع إصابات وسبع ولايات سجلت أكثر من عشر إصابات أعلى الإصابات العاصمة 39 وهران 26 توزيع الإصابات على الولايات وبالتفصيل سنوافيكم بها لاحقا وشكرا